صرحتي بمقابلة سابقة إلك إنه ما في مقارنة بينك وبين الممثلة سلافة معمار، وإنه السلافة إلى مكان خاص ما حدا بيقدر يوصل له. هالكلام مش فيه مبالغة وتقليل من موهبتك؟ لا 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 لا، أنا ما بقارن حالي أصلاً بأي حدا، ولا بسمح إنه حدا يتقارن بحدا بالنسبة إلي. يعني أنا بشوف كل حدا عنده خصوصيته، سلافة معمار بخصوصيتها ما حدا بيشبه. في عندها خصوصية، أمل عرفة باسمها الكبير عندها خصوصية ما حدا بيشبه. يعني كل حدا في إله مكان. أنا بشوف سلافة معمار بمكان ما حدا بيشبهها فيه، لأنه كنت عم بحكي عنها. بس كمان أنا بقول هذا الكلام عن الست أمل عرفة، وجهلت بتقولي عن نادين تحسين بيك. أنا إلي مكان. أنا ليه هالمكان متواضع أنت وعم تحكي؟ ليه هالقد؟ ما فهمت. أنا ما عندي هذا الإعجاب. أنا لما براقب حالي بمسلسل، يعني ما بتتخيل قديش أنا بتعب أنا عم بتفرج على مسلسل أنا شاغلة فيه، لأني براقب حالي وأنا عم بنقد حالي طول الوقت. وين بتنتقدي حالي؟ وين غلطت؟ ليش هيك عملت؟ كان لازم أعمل هيك؟ كان أنا لا لا هيك مو صح، ضعيف هون. وسواس. بتعرف هذا اللي بيتمنى إنه يوصل للكمال، وصعب كتير إنك توصل للكمال. أنا هيك بشوف أنت حالي. هيك. أنا ما. فإذا يعني هيدا ردك على هالنقطة.